السلام عليكم. داخل نظام الاودو اللي هو من انظمه الاي ار بي، ممكن نطلب اكل مثلا، نقول له اليوزر اسمه كذا، التاريخ اللي هناكل ايه، تمام. ممكن تضيف اكله تانية، هو انت تقول مثلا انا عايز، لا انا مش عايز شيكن، عايز اعمل حاجه تانية، وليكن مثلا اي حاجه، مثلا بطاطس. البرودكت كاتيجوري تختار البرودكت كاتيجوري، البرايس تبدأ تقول مثلا ان ريال، الفيندور ديسكريبشن، هو بقى يبدأ يجمع لك الأسعار، في 3 طلب فراخ وواحد بطاطس بقى ب26، هتقول له سيف، فبيجي يوصل للراجل اللي بيطلب لك الغداء، وبعد كده تقدر في أي وقت تطلب تشوف الأوردر بتاعك، تتابعه البريفيس أوردر، اليور لانش اكاونت، الكاش موف بحيث تشوف دفعت او ما دفعتش وكده.